parce que c'est un film qui a été tourné Figeek, Figeek Shark. المهرجان شارك لان انا شاركت في الفيلم تاع رشيد واني طابع الكو طوبون فيلم اللي تصور في فيكيك. كان عيط لي رشيد قال لي راني كتبت واحد السيناريو غادي نصوره في فيكيك. غير قال لي غادي نصوره في فيكيك، انا كاع ما قريتش السيناريو. قلت له اوكي داكور. والحمد لله الفيلم فات مليح، واليوم درنا لا بروميير وشارك فيها الجمهور وعجبوا الفيلم. وحتى انا هذه هي المره الاولى اللي شفت الفيلم هنا في الرباط. غير الحب تاع فيكيك، وبغيت باش الناس يعرفوا هذه المنطقة ويعرفوا المنطقة الشرقية. مش ما ينساوش بلي المنطقة الشرقية حتى هي راه في المغرب، والمغرب بلاد كبيرة. وإن شاء الله باش الناس تلفت شوية لديك الجهة وشو يجوا عندنا ونرحبوا بهم إن شاء الله. هذا الفيلم كان صراحة كانت في واحد لومبيونس أميكال، كنا مع كاع أصدقاء. وأنا باش نخدم مع سي عبد الحميد فرحت بزاف، لأن تعلمت معاه وتعلمت مع رشيد. رشيد كان مخرج وعلمني شحال من حوايج. انا كنلعب الدور تاع السي حميد حفيد، سميته حفيد في الفيلم. انا ولد خوه اللي توفى له، وانا هو اللي كنت نحضي الدار تاع خوه. عجبني كنت في الموتور مع سي عبد الحميد، ضحكنا بزاف هذيك لاسين، لان كان خايف يطيح وانا كنت خايف نطيح. وزعما كاع لي سين ديالي ضحكنا فيهم بزاف الحمد لله. فاش مات الموتشو ما قدرتش كاع نقولوا الفيلم باش الناس تقدر تفرجوا. مي الموت تاع موتشو تاثرت فيها، كان الحال سخون، ولكن الناس في كيك معاهم الناس كرماء. كنا كل ليله نتعشاو عند شي واحد، ما خلاوناش زعما كل نهار يجيك واحد يدير لي عمر لك لاتاي، واحد يجي يقول لك واحد تغدى عندي، واحد يقول لك واحد تعشى عندي. ديك لا لا دوك الناس كرماء الصراحه. الناس ديال في كيك ان شاء الله تفتخروا بهذا الفيلم، وان شاء الله ان شاء الله هذا الفيلم هذا يحمر لكم وجهكم ان شاء الله. الفيلم فني راني اون تورني افيك مون سبيكتاكل بوديغيز باك في فرنسا، في بلجيكا، في كندا، في امريكا. جمهور المغرب كنحبكم بزاف بزاف بزاف.